يعني مش فيها 76 الكترونز. يعني غالبا راح نشرح شو هن الذرات اللي راح يجين. اغلب الذرات بيجي من الامتحان واصلا موجود بالجدول بالكتاب بيشرح عن الالكترونيجاتيفيتي. نيجي الان اي 11. الان اي 11 بدي اطلع كم الكترون في المدار الاخير، تمام؟ بحط الاس اس 2 البي اس بعدين بقول 1 2 2 3. هسه الاس كم بيسر؟ لاثنين. كم بضل من ال 11؟ 9. والاس هاي 2، كم بضل من ال 9؟ 7. البي هاي 6، نحط 6، كم بضل؟ 1. وين الواحد اجى؟ على الاس. طيب السؤال، كم الكترون في المدار او شو هو المدار الاخير او شو هو شيل نمبر 3؟ 3. طب كم الكترون في المدار الاخير؟ تمام. هسه الشيل اسمه شو؟ 3. ال 3 هاي هو الفالنس شيل، الفالنس شيل مدار التكافؤ، تمام؟ الواحد الفالنس الكترون، نحفظ هذول المصطلحين. الشيل الاخير توزع فيه الالكترونات اسمه الفالنس شيل، والالكترونات في المدار الاخير اسمه الفالنس الكترون. هذول اللي احنا بهمونا. هسه غالبا الالكترونات اللي هون مش كثير بتهمنا، ليش؟ لانه قلنا الالكترونات في المدار الاخير هي اللي بتهمنا، لانها هي اللي بتسعى لتكوين الروابط، تمام؟ طيب نيجي على او الـ O8. الـ O8 على التوزيع SSB 1S2 بصفي 6، 2S2 بصفي كم؟ 4. 4 منحطهم هون، 4 من 6 صح؟ بالبي. وبالتالي شو هو الشل اللي بتوزع فيه الالكترونات او شو هو الفالنس شل؟ 2. طب كم الكترون في الفالنس شل؟ 6، اللي هم 4 زائد 2، لانه هاي الاثنين فيها S وفيها B. اشكال الاوربيتالز او اشكال السب شيل اللي هي انواع المقاعد اللي كانت موجوده في الغرفه الدراسيه اللي حكينا عنها صح؟ اس سفيريكال، البي لانه حكينا هو عباره عن ثلاث افلاك، ففي عندي فلك على مستوى الاكس اللي هو هيو، تمام؟ وفلك على مستوى الواي، وفلك على مستوى الزد، الزد اللي هو داخل في الصفحه او داخل في السطح اللي هو، تمام؟ فبكون شكل الفلك كامل كيف؟ زي هيك. هسه الالكترونات كيف بتدور حواليه؟ هيك بنفس شكل الفلك، اوكي؟ طيب هسا ننتقل على معلومه ممكن تيجي بالامتحان. Which of the following is incorrect or correct؟ انه الشل بيختلف ب او شكل الفلك بيختلف برقم الشل؟ لا، الشكل نفسه. يعني ممكن تيجي انه الشكل نفسه، بس شو اللي بتغير؟ الحجم. ليش بتغير الحجم؟ لنفرض انه هاي النواة، تمام؟ قلنا الالكترونات كيف تدور؟ في مدارات حولها. هسه خلينا نعتبرها شيل نمبر 1. شيل نمبر 2 مدار اكبر. شيل نمبر 3 مدار اكبر، تمام؟ هاي تفسير مش مطالبين فيه، لكن حتى تربطوا انه كلما زاد رقم الشيل الاوربيتالز بيكبر، تمام؟ لكن الشكل استنى نفسه. الشكل ما بيتغير، لكن الحجم اللي بيتغير. في عندي رابطين من الاورجانيك اللي هم السيجما باوند والباي باوند. هسه السيجما باوند اي فلك بيتداخل مع فلك ثاني بتكون عندي رابطه، هاي الرابطه اسمها السيجما باوند. الباي باوند فقط فلكين، مين هم الفلكين؟ بي مع بي، لكن شو يكونوا؟ سايد تو سايد، تمام؟ هون في عندي بي مع بي، لكن هيد تو هيد، تداخل راسين مع بعض بيعطيني سيجما باوند. هسه اذا جابوا لنا ستراكشر بالامتحان مطالبين نعرف انه هذا البي مع بي، يعني مطالبين انه احنا نتوقع انه البي مع بي هيد تو هيد ولا سايد تو سايد، واشوف انه البي عمل هون سينجل ولا دبل بوند ولا باي بوند. لا، مش مطالبين. المطالبين كشكل افلاك شو بده يكون؟ بده يكون عندي هيك انه ممكن الامتحان ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت ا باي بوند، بجيب لي بي مع بي سايد تو سايد، بختار هذا الجواب. اما انه فعليا انه اروح على الاستراكشر نفسه واتوقع انه البي مع بي راحت سايد تو سايد او هيد تو هيد، ما بيسالونا عنه. اللي بيسالونا بس دايركت كويشن انه ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت، هذا كان سؤال سنوات ريبريزنت ا باي بوند، جابوا هذول الشكلين واتفاعلوا بحيث انه سايد تو سايد، او يجيبوا سؤال كتابي عليه. لكن السيجما باوند ممكن يكون اس مع اس. طب شو يعني اس مع اس؟ هسه لاي رابطه بتتكون من ذرتين صح؟ هسه كل ذره بتقدم الكترون واحد. هذا الالكترون خلينا نعتبر في عندي ذره A وفي عندي ذره B. هذا الالكترون في ذره A موجود في فلك S،
والالكترون في ذره موجود في فلك اس، لما يرتبط الالكترونات مع بعض هم تكون عند الرابطه سي. تمام. مثال ثاني اس بي 3 مع اس، مثال عليها اللي هي سي اتش 3، راح نعرف شو يعني. هون كربون عندي اياها، او الكربون عندها الكترون في فلك الاس بي 3، هي موجود هون قاعد بلفلف، واجت اتش لترتبط فيه والكترونها في مدار الاس، بيجي بيرتبطوا مع بعض بيكونون الرابطة سيجما. الرابطة سيجما هي السنجل بوند، او خلينا نحكي في عندي هاي الرابطة السنجل، في عندي الرابطة الدبل، في عندي الرابطة التريبل. تمام. الرابطة السنجل تتكون مينلي من السيجما. طب مين هم السيجما؟ اس مع اس، اس بي 2 مع اس بي 2، اس بي 3 مع اس بي 3، اس بي 3 مع اس، اي شيء تكون لي سيجما. الدبل بوند تتكون من واحد سيجما وواحد باي، هاي سيجما وهاي باي. تمام. طبعا السيجما لها خيارات متاحه زي ما حكينا، الباي شو خيارها فقط الوحيد؟ بي مع بي. طيب ممكن انا بدي اعلق على الشغله اللي انا حكيت لكم اياها، ممكن طالب منكم يحكي لي انا كيف عرفت انه هاي بي مع بي تفاعلت سايد تو سايد وكونت لي باي بوند؟ ليش ما توقعنا، او ليش ما حكينا انها تفاعلت هيد تو هيد؟ هذا الشيء مش مطالبين فيه. تمام. نعتمد انه لما تتكون عندي الدبل بوند الثاني حتكون الباي، بي مع بي هيد سايد تو سايد. التريبل بوند، التريبل بوند في عندي سيجما دائما اول واحد بتتكون عندي سيجما، وهي عباره عن اس بي اس بي مع اس بي. تمام. الثانيه اسمهم الباي، الباي الاولى بتتكون من بي وهي بي، الثانيه بي وهي بي. تمام. اذا اي رابطه، او خلينا نحكي الرابطه واي، من كم فلك تتكون؟ من فلكين، مين هم؟ بي مع بي. طيب التريبل بوند كم بي اوربيتال موجود فيها؟ أربعة. الدبل بوند 2، السنجل بوند ولا واحد. طيب هاي طبعا مقدمة للروابط. ما فهمتي؟ طيب هاي السنجل بوند. تمام. تتكون من رابطة سيجما، الرابطة سيجما حكيناها خيارات متاحة اس بي مع اس بي. شو يعني اس بي مع اس بي؟ انه الكترون موجود في اس بي من ذره معينه مرتبط مع الكترون موجود من اس بي في ذره معينه، تكون عندي سيجما بوند. السيجما بوند هي الرابطه السنجل. تمام. نيجي على الدبل بوند، بنشوف في دبل بوند، عمركم سمعتوا بالدبل بوند؟ اكيد صح. الدبل بوند تتكون من شغلتين، في عندي خط فوق تحت وخط فوق، الخط اللي تحت هو السيجما. هسه راح نحكي بالتهجين راح تفهموا اكثر لما نبلش نهجن ونوزع الافلاك على كل ذره. دائما هون اول رابطه سيجما، الثاني بدها تكون باي. باي بتتكون من فلكين بي مع بي، حكينا باي عشان تتكون شو بدها؟ فلكين بي اوربيتالز مع بي اوربيتال، صح؟ طيب التريبل بوند تتكون اول خط دائما سيجما، الثاني باي والثالث باي. اوكي. طبعا بما انه باي تتكون من 2 بي، وبالتالي تريبل بوند عندها 2 باي 4 بي اوربيتال، 2 في 2 4 بي اوربيتالز. لكل باي بدي 2 بي اوربيتالز لحتى يصيروا اللي هم بي اوربيتالز مع بي اوربيتال سايد تو سايد. تمام. الفالنس شيل حكينا عنه شو هو؟ هو اخر مدار تتوزع فيه الالكترونات. كيف نتوقع؟ على طريقتين. الطريقه الاولى اللي حكيناها تعيد الاس اس اللي هو النمط اللي حكيت لكم عنه. الطريقه الثانيه وهي الاسهل، تعيد المدارات هاي، انه المدار الاول كم يسع؟ لاثنين، المدار الثاني 8 وهكذا. ناخذ الاو 8 صح؟ هاي الاو الثمانية هون كم يسع؟ لاثنين، هاي اللي بعده لثمانية هو يسع صح؟ لكن كم صفة؟ عندي ستة. طيب في اي شل وقعت هاي الالكترونات؟ في شل نمبر 2. اوكي؟ اذا البالانس شل كم عندي هون؟ 2. طيب الالكترونات وين؟ 6. اذا كم الفالنس الكترون؟ 6. طبعا على الطريقه هاي صح وعلى الطريقه هذيك صح، بس هذيك ممكن انتم يعني تستصعبوها شوي او انه ما تلاقوها مريحه، فافضل لكم هاي. تمام. طيب بس هلا ان شاء الله كيف نعرف سايد تو سايد؟ ما هو انا صار صعب اقول بالكليه انه بالامتحان اذا بتجيبوا بيجيبوا سؤال دايركت، يعني بيكون كتابي مش انه حل، يا بيكون وجه ذا فول وين قريب ريزلت اباي. تمام. ممكن وجه اختيار ان شاء الله. يعني شوف بشكل عام الدبل بوند يعني معروف عنها بالكتاب مثلا
كابيتالز بيكونوا زي ما حكى سالفة سايد بيكون هيك بيرل إيتش أذر. هذه بالموت فقط هيك متعرف عليها. أما أي إشي بيكون هيد تو هيد بيكون عبارة عن سيجما. وفقط أنت بس تعرف المعلومة هاي فقط لا أكثر يعني. ما في داعي نقول تعمقوا بأكثر من هيك. وقلت لكم يعني بالستركتشر أو بالامتحان كيف بيجي سؤال دايركت. Which of the following represent a pi point? Oh, the double point of the pi point contain two p orbitals or consist of p orbitals or overlapping p orbitals head to head. خطأ. هاي بتكون جملة شو false. شو لازم يكون p orbital مع p orbital side to side. بس هذا اللي مطلوب منكم. يعني هيجي سؤال دايركت على الأشياء. تمام؟ طيب. الباوند. ليش أي ذرة تلجأ لحتى ترتبط بذرة ثانية؟ تمام. لحتى نصل لحالة الغاز النبيل اللي هي حالة الاستقرار. شو هي حالة الاستقرار؟ إن يكون الفلك الأخير عندي يا فل يا إنه ما عنده ولا شيء زي الهيدروجين. رح نأخذ مثال عليها. أوكي؟ نأخذ مثال ال H F. هسا ال H توزيعها عندها الكترون واحد. هاي وين نشوفها في الجدول الدوري. تمام. وبالتالي عندها كم الكترون؟ واحد. الاف حيكون عندها 7 الكترونات. باي طريقه؟ بطريقه التوزيع. الاف عندها 9. ناخذ 2 على اول شل كم بصفي؟ بصفي لي 7. السبعة هم الفالنس الكترون. تمام. هاي 7 حواليها 1 2 3 4 5 6 7. هون 1. طيب هاي الاتش توزعه هاي 1 والاف عندي 9 هاي 2 وهاي 7. لازم كل واحد قلنا او كل اخر شيء يا يكون 0 زي الاتش اس راح ناخذ كيف او فل وبس. هسه لحتى اف تصير فل في اخر شيء او انها تصفر تخسر السبعة ولا تكسب الكترون اي اسهل لها اي بيبذلها طاقة اقل انها تكسب الكترون واحد صح. وبالتالي غالبا هاي الذرة اللي عندها 7 الكترونات تكسب الكترون. اوكي طيب الالكترون هذا منين نجيبه؟ من ذره ثانيه. هاي الذره الثانيه يكون ما بتحب الالكترونات كثير او ما بيفرق عندها الالكترون تخسره او تكسبه. يعني هون الواحد انها تخسر واحد او تكسب واحد ما في فرق بينهم صح. اما لما تيجي الاف والاف شوي خلينا نقول قويه تيجي بتاخذ الالكترون من الاتش طف صح. فاللي بصير عندي انه هذا الالكترون تاع الاتش بيعطي مين؟ بيعطي الاف لحتى ترتبط اتش مش كوفيلنت هي كوفيلنت بس بول بولر كوفيلنت. تمام. فلما يعطيها ما مش يعني مش اللي بيعطيها كومبليت ترانسفير عشان هيك لما كانه نكي كانه كسبت. فشو بنعطي عليها؟ بارشل نيجاتيف. تمام. يعني كانه كسبت عليها شحنه سالبه جزئيه. تمام. هسه على الاتش كانه خسره يعني بصير عندي بارشل بوزيتيف. لو اخذنا كابتشر للالكترونات في هذا في هاي الرابطه راح نلاقي الالكترونات مش لجهه يعني مش واقفه بالنص كوفيلنت. الكوفيلنت لما تكون بالنص صح راح تكون قريبه من الاف بس مش كلهن للاف. يعني كيف قريبه من الاف؟ هذول الالكترونين صح راح يكون قريبات من الاف. هسه من NaCl اللي هي الرابطه الايونيه راح يصير عندي كومبليت ترانسفير وبالتالي فول نيجاتيف تشارج. تمام. هسه اللي هو بصير كونه كوفيلنت بين نون ميتال مع نون ميتال فبصير عندي مش كومبليت ترانسفير ترانسفير بس جزئي. هذا الترانسفير الجزئي بنعبر عنه بالبارشل نيجاتيف على الاف بارشل بوزيتيف على الاتش. كونكم يعني تحكوا معي بالشيء هذا معناته انتم عارفين الشابتر صح؟ اعطوني مواضيع بالشابتر بدكم انتم شابتر 1 اعطوني مواضيع معينه في هذا الشابتر مش تهجير خلاص. لأنه هي أشياء يعني بسيطة جدا بس كونكم عارفينها خلاص ما في داعي. بتعرفوا إنه كيف يعني بيجي امتحان كثير the correct polar bond direction. بتعرفوا كيف سهم باتجاه الذرة على كارة سلبية أو partial negative على كارة سلبية partial positive على أقل كارة سلبية زي مثال الأتش. Which bond is most polar؟ طبعاً البولر دائماً يربط في الكهروسلبية بس مش دايركت. يعني مش نقول إنه في عندي ذرة كهروسلبية عالية عندها والتالي أعلى بولر. نعطي مثال
انا بالجدول الدوري عندي الاتش هون صح، في مجموعه نمبر 1 في عندي او هون وفي عندي اف هون تمام. مين اعلى بولاريتي، الاتش او ولا الاو اف؟ الاتش او. ليش اعلى فرق في الكهروسلبيه؟ انا ما اعتبرت ان الاف اعلى كهروسلبيه وبالتالي بتعمل لي اعلى بولاريتي، لا لازم يكون عندي فرق في الكهروسلبيه تمام. الفرق مش دارك على الكهروسلبيه، يعني مش نقول كل ما زادت الكهروسلبيه في الرابطه هاي بصير عندي شو، بصير عندي اعلى بولاريتي، لا لازم يكون الفرق كقيمه، يعني لما اطرح هاي القيمه من هاي القيمه تعطيني اعلى فرق، وبالتالي حيكونوا مين ابعد شيء عن بعض. اوكي طيب، بس هاي الفكره هي المهمه اللي لازم تعرفوها. تايبس باند نزلت التور بارت الكبر لا بعث الشيء بعث لي اسمع هو بارت 2 بارت 2 نزلت اه نزلت هسا في عندي مركب او بدي اقول لكم جمله وتعطوني اياها عشان اعمل تشيك على الشيء ممكن اعطيك اياه. بس all molecules that have a polar bound must be polar molecules. all molecules that have polar bound must have must or always have او يعني be a polar molecules. بالعربي انه اي مركب عنده بولر باوند حيكون بولر ككل. لا ليش؟ لانه ممكن في عندي سي او 2 زي السي او 2 انه تعبر عن البولاريتي، الالكترونات تتجه نحو الذره الاعلى كهروسلبيه من السي للاو تمام، وهو من السي للاو. هسه في عندي تو بولر دايركشن بنفس القيمه لكن عكس الاتجاه، شو عندي هون زيرو تمام، لكن هذا الشيء لا ينطبق على السي ان او. ليش؟ لانه صح بعكس يعني بعكس الاتجاه لكن كقيم مختلفه، كونه عندي ان كونه عندي او. ممتاز. مثال 5 و6 هاي هون 5 نون بولر، وصراحه انا حطيتها هي نون بولر تمام، لكن بدي احاول اقول فيها ما تفهموش عليها ما بيجوني. هسه اللي بصير كالتالي، انه في شكل معين صح الاشكال ما يعني انا لما اعبر عن بي سي ال سي ال سي ال ما حتكون على الواقع هيك، حتكون حسب التهجير راح يكون في عندي زوايا بين المركبات تمام. هذا الشيء انه صح السؤال صعب لكن في توزيع معين في شكل معين منه يعني حيكون بهيك تقريبا. يتجه نحو شو؟ نحو السيال، نحو السيال، نحو السيال. اوكي؟ فانه انا زي كاني في عندي ثلاث، واحد بيسحب هيك، واحد بيسحب من هون، وواحد بيسحب من هون. تبقى البي محلها ولا لا؟ تبقى محلها، اذا شو عندي؟ زيرو. يعني زي مثال السي، انا السي في عندي او من هون وفي عندي او من هون. اثنين نفس القوة، واحد بيسحبني لهناك وواحد بيسحبني لهناك، بضلني محلي ولا بتحرك مع حد منهم؟ لا، بضلني محلي، تمام؟ وبالتالي صفر. بس هذا الاشي كشكل يعني فعليا لما تكون هيك صح معكم، حكي معكم صح انه هاي السي ال وهاي السي ال شو بيصير عندي؟ انه لازم يكون بولر صح؟ انه تكون بالاتجاه هذا، لكن بحسب التهجين في عندي زوايا معينه. اتوقع مش موجود بكتابكم هذا الاشي بس انه اعرفوه كمثال. بي سي ال 3 هو نون بولر كومباوند تمام؟ فهمتوها انت كيف القصه؟ بس التهجين بيعمل لي زوايا بين الذرات، يعني مثلا السي ال بي سي ال حسب تهجين الذره اللي بالنص بس تتكون عندي هاي الزاويه تمام. الزاويه فعليا حتكون زي هيك، بصير عندي البولر باوند بعكس الدايركشن وبنفس القيمه، اذا بالصفر عندي المولكيولز تمام. هم بالكتاب طرحين مثال السي او والسي ان او. السي او كونهم عكس بعض صفر، السي ال او كونهم عكس بعض بس مش نفس القيمه ما
ما صفرت إذا بولر مولكيولز تمام؟ يعني إذا سألنا عن الـ CO2 عنده بولر بس كمولكيول مش بولر صح ولا خطأ؟ صح تمام؟ طيب في مثال الـ CL CL CN CN H H هذا المثال له رسمتين تمام ممكن هو حيثربطك شوي هسه هاي الرسمه لها جواب وفي الرسم الثاني ممكن السي تكون السي ال هون وتكون السي ال هون وتكون الاتش هون وتكون الاتش هون نرسم الاسهم تمام طيب السي كيف نرسم السهم باتجاه السي ال صح هاي السهم الاول وهون هاي السهم الثاني تمام صفر من بعض ولا لا؟ صفر من بعض. طيب نشوف الاتش مع الاتش سي مع اتش سي مع اتش في اسهم لها؟ لا لانها هي كرابطه نون بولر صح؟ اذا ما لها دخل بالبولاريتي السي اتش رابطه كوفالنت نون بولر كوفالنت بون ليش؟ لان الفرق بالكهرباء سلبيه تقريبا يساوي صفر يعني قريبه صفر اذا ما بطلع عليها اذا هذا الجواب شو بده يكون؟ نون بولر تمام؟ ارسم هذول الشغلتين عندكم السعب. حسب الشكل هذا شو بده يكون الجواب؟ بولر ليش؟ لأنه بنفس الجهة حيطلع لك أوكي؟ إذا يعني أنا شو مرسوم عندي؟ شو بقدر إني أحدد إنه بولر ولا مو بولر؟ لأنه فيه له خيارين هذا السؤال تمام؟ إنه السي ال يكون على عكس الجهة يطلع واحد يسحب من هون واحد يسحب من هون ظله ثابت زيرو وعندي هون السي ال سي ال بنفس الاتجاه بيكون عندي بولر موليكيولز طيب ننتقل على التهديد نرجع نعيد ونحكي انه الفالنس الكترون هم اللي بيهمونا صح طيب ناخذ الكربون الكربون كم كربون عندها كم الكترون عندها؟ عندها 6 اوزعهم على التوزيع اللي هو الاس اس بي هون عندي اس هون عندي اس هون عندي بي اوكي ال1 اس 2 اس و2 بي السته بنحط 2 كم بصفي 4 من الاربعه بنحط 2 هون كونه هون بيسع بس 2 وهون بس 2 كم بصفي هون 2 تمام انا شو بيهمني اي شيء 1 ولا 2 2 برسم 2 الاس شو عباره عن فلك واحد صح والبي ثلاث افلاك لكن برسم انه بينهم شو فرق بالطاقه بعبر عنه انه برسم هذا فوق تمام هاي صار عندي الاربع افلاك الموجوده في السبشن او في شيل نمبر 2 هاي الاس عندها الكترونين كيف نوزعهم هاي واحد هاي اثنين تمام نيجي الاثنين بدنا نوزعهم على البي كيف نوزعهم واحد اثنين لا شو نوزع فردي هاي واحد هاي اثنين طب لو كان عندي خمسة بكمل واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة بصفي عندي بس الكترون واحد لحال تمام طيب بس نأخذ إشي بسيط هون إحنا قلنا الرابطة حتى تتكون كم إلكترون تحتاج إلكترونين إلكترون من ذرة موجود في فلك معين منها وإلكترون من ذرة موجود في فلك معين منها طيب إذا كان هذا الإلكترون الفردي مرتبط بإلكترون ثاني داخل الذرة بيعمل رابطة لا لأنه هو already مرتبط تمام يعني زي هذول الالكترونين هذول بيعملوا رابطه لا لانهم مرتبطين بحالهم صح اذا حسب حكي انه الشل الاخير هو اللي بيعمل لي الروابط والفالنس الكترون هم بيعملوا لي الروابط فكم رابطه من هون نتوقع ان الالكترون بتعمل اثنين لكن هف فعليا لما شافوا العلماء شافوا بالطبيعه انه الكربون يعمل لي اربع روابط خلاهم يفكروا بقصه التهجين وصلت يعني هون فعليا حسب التهجين هذا في عندي انك تقدر تعمل لي رابطتين لكن لما شافوا بالطبيعه كانوا شافوا اول شيء سي اتش 4 اللي هو الميثان طب قالوا طب كيف عامله اربع روابط وهي فعليا عندها الكترونين من هون انبثقت فكره التهجين شو يعني تهجين هي عباره عن دمج افلاك فالذره لما تيجي بدها تعمل اربع روابط بصير عندي تهجين اس بي 3 فشو اللي بصير انه تدمج فلك اس مع 3D
تمام؟ فلك اس مع 3 بي، فبصير عندي اربع افلاك بنفس شو؟ بنفس الطاقة. هون كيف عندي اختلاف الطاقة؟ هاي فلك، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي اربعة، كلياتهم فيهم الكترون 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 الكترون، اللي صار انه انتقل الالكترون هون بعد الدمج، تمام؟ فصار عندي اربع افلاك اس بي 3. طيب اجت تدرب حكت انا بدي ادمج اس مع 2 بي، هاي اس مع 2 بي، كم بصفي؟ 1 بي، صح؟ اذا بيطلع اربع افلاك ونفس الشيء الكترون 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 الكترون، بس في عندي ثلاثه منهم اس بي 2 وواحد بي، لانه ظل عندي هون شو؟ ظل عندي بي. اجت ذره ثانيه وحكت ادمج اس مع بي وحده، تمام؟ هاي عندي اس مع بي، كم بصفي؟ بيتين. اذا شو يعني تهجين ذره اس بي؟ يعني عندها اربع افلاك بنفس الطاقه، اثنين منهم اس بي واثنين منهم شو؟ بي بي. طيب انا من بدايه الحصه حكيت لكم شغله، وهون حكيت لكم شغله بناء على هذا الشيء، مين هم او شو هو التهجين اللي ممكن يعمل لي باي بوند؟ الاس بي والاس بي 2. اس بي 3 ليش ما بيعمل باي بوند؟ لانه فعليا ما في بي اوربيتس، تمام؟ هسه المطلوب من التهجين الشغله هاي، انه شو يعني تهجين ذره اس بي؟ معناته عندها فلكين اس بي فلكين بي. شو يعني ذره تهجين اس بي 3؟ أربع أفلاك SP3. شو يعني تهجينها SP2؟ ثلاث أفلاك SP2 وواحد بي. طبعا هذا الإشي تمام؟ وراح نأخذ مثال شامل على كل التهجين كمان شوي، بس خلنا نخلص منه. برضو SP3 في إله جدول برضو حفظ، أكيد كلكم تعرفوا. عندي هون SP، هون عندي SP2، هون عندي SP3، أوكي؟ شو يعني SP؟ قلنا 2 SP 2 بي. طب كم الزاوية اللي تكون بالSP؟ 180. طب الزاوية اياها يعني اذا عملت هاي اكس هون في كي اي هون في بي، تمام؟ تهجين اكس اس بي الزاوية قلنا 180، تمام؟ شو هي 180؟ الزاوية هاي بين روابط، تمام؟ يعني هذا الاشي شو؟ خطأ، نقدر نعبر عنه هيك، لكن فعليا هي هيك، هاي 180. ففي سؤال امبارح كان نزلينه على جروب انتو بخصوص ان هاو ماني برايمري هيدروجنز، صح؟ كان هيك انه في حلقة عندي وهيك 1 2، مين شافه؟ تمام؟ انه هون هاو ماني برايمري هيدروجن في هذا، خلينا نقول هون اعتبروا انه 1. ليش 1؟ لانه هاي هي الذرة عليها اتش وهي الذرة برايمري، صح؟ وبالتالي عليها برايمري اتش 1، لكن هاي فعليا هي عبارة عن أربع كربونات. وين الأربع كربونات؟ هاي كربونة، هاي كربونتين، هاي ثلاث، هاي أربعة. مش متعودين على هيك شكل مستقيم، لأنه يعني متعودين عليه هيك، صح؟ ليش هون؟ لأنه عبروا لي عنها هاي اس بي وهاي اس بي، والتالي الزوايا بينهم 180، والتالي هاي كربونة وهاي كربونة وهاي كربونة وهاي كربونة، مش هاي كربونة برايمري، هاي هي الكربونة البرايمري، تمام؟ وبالتالي عليها ثلاثة اتش. وين؟ احنا لا، هذا هو شكل، يعني جزء من شكل من كان بال على جروب، بس هو كانت المشكله هون انه اعتبروا اتش واحده لانه هاي البرايمري وبالتالي ولا برايمري اتش، تمام؟ لكن فعليا هي اربع كربونات، هاي اللي اعتبروها برايمري شو بتكون؟ سكندري. طيب هون هون كم سكندري اتش عندي؟ بس هون ولا واحد، شك على النمبر اوف اتش، هاي سكندري وهاي سكندري، صح؟ طيب هاي سكندري كاربون، كم رابطة عاملة؟ أربع روابط، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة. ظل إنه احتمالي أضيف كمان اتش، خلاص عندها أربع روابط، وبالتالي ما عندها اتش، تمام؟ نيجي هون برضه عاملة واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، عاملة أوريدي أربع روابط، في عندها اتش؟ ما عندها اتش. إذا بس الفكرة إنه هاي كاربون مش هيدروجين على التريبل بوند. طيب نرجع لل 180 ونكمل. 180 شو الشكل بده يكون؟ لينير. شو هو اللينير اللي حكينا عنه؟ اي اكس بي، تمام؟ هاي لينير. طيب الاس بي 2 120، شو الشكل؟ بلينر. الاس بي 3 109.5 تيترا هيدرا.
تقتصر اسئله الامتحان فقط على الاشياء. شو تهجين الذره الفلانيه؟ طيب شو الشكل اللي بتعمل الذره الفلانيه؟ شو الزاويه اللي بتعمل الذره الفلانيه؟ تمام؟ يعني ذره قال لي ذره اكس شو تهجينها؟ شو زاويتها؟ وشو شكل؟ قال لي خلينا نفرض اس بي. كان الخيار الاول اس بي بلينر ماشي 180 صح؟ خطا. اذا وين خطا على بلينر؟ بي اس بي لينير 109.5 برضو خطا. لازم يكون اس بي لينير 180. يعني دائما نحفظ هذا الشيء. تمام؟ انا طالب لما كنت طالب اللي هي سنه ثانيه طبعا سنه خامسه خربطت بهذا السؤال. كنت اني اقول هاي اس بي اس بي اس بي خلص طلعت على اول وين؟ على اول خيار كان عندي اس بي اخترته. بس شو كان عندي خطا؟ انه الاس بي حاطين تيترا هيترا 180 فهون كان انه في عندي خطا بالسؤال. وبالتالي لازم نربط انه الاس بي تكون لينير تكون 180، اس بي 2 بلينر 120، اس بي 3 109.5 وشو الشكل بيكون؟ تيترا هيدرال ستراكشر. طبعا التهجين ببساطه هو سهل، لكن قبل التهجين قبل نبلش كيف نعرف نهجن او كيف نطلع تهجين ذره؟ نبلش برسم لوز. هذا كثير مهم بيساعدني بتحديد الروابط الموجوده عندي. تمام؟ بيساعدني في تحديد اللون بير لانه اللون بير راح يدخل في تحديد تهجين الذره المعينه. تمام؟ رسم لوز ناخذ مثال عليه ال HCN اي HCN. كيف ارسم؟ هسه اذا طلبت منكم طلعوا لي تهجين الذره ان هيك من الامتحان راح يجي يقول لي بال HCN طلعوا لي تهجين الذره ان. طب بناء على تهجين الذره ان كم بتكون؟ برسمها عشان اعرف انه هل عليها لون بير او لا، هل هي تريبل بوند عامله ولا دبل بوند ولا سنجل بوند. هذا الشيء ما بصير الا عن طريق الرسم. تمام؟ اللي هو رسم لوز. عشان هيك مهم بالتهجين. كيف بدي ارسم؟ اول شيء بحدد توتال الكترون بالمولكيولز. الاتش كم الكترون عندها؟ واحد. السي 4، الان 5، كم التوتال؟ 10 صح؟ هاي العشرة بمسكهم بحطهم بسله، يعني زي كاني قاعد بلعب بالليجو. بدي ابلش اكون من مركب. بجيب السي هاي الاتش بحط السي بالنص بحط الان. طبعا السي هي الذره المركزيه اللي تعمل لي اكثر روابط. غالبا في مركبات الاورجانيك السي هي الذره المركزيه، لكن اللي تعمل لي اكثر روابط هي الذره المركزيه. تمام؟ هاي السي بعمل رابطه بين كل ذره والثانيه. هاي واحد هاي اثنين. كم الكترون استخدمت؟ أربعة. وينهم؟ واحد اثنين ثلاث أربعة. كم بصفي بين عشرة؟ ستة. هسا الستة هذول شو أسوي فيهم؟ ببلش أوزعهم من اللي حوالي الذرة المركزية من الأعلى كهروسلبية للأقل. تمام؟ يعني هون على الأن وعلى الأتش بدي أوزعهم. تمام؟ طيب لنفرض كان عندي أو بدي أبلش أو بعدين أن بعدين أتش صح؟ طيب كان عندي هون الان، طيب ماشي احط الستة على الان ولا احط عليها اثنين ولا احط عليها ثلاث وبعدين اروح اكملهم على اتش. هذا الشيء بحدد لي مين اللي بقول لي لا؟ بقول لي لا الاوبتت رول. الاوبتت رول انه يكون حول الذره ثمان الكترونات. تمام؟ يعني واحد اثنين، يعني احنا بنصرف على الان، واحد اثنين حوالين ثلاث اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ستوب انتقل على اللي بعدين. مين اللي بقول لي ستوب؟ الاوبتت رول. يعني مثلا لو كان عندي ثمانيه بحطهم كلهم على الان؟ لا. شو بسوي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 خلص انتقل اللي بعدين. لكن هون في هذا المثال خلص صفر ما ضليش. هسه برد اعمل تشيك على الاوبتت رول. هل كل الذرات طبقت الاوبتت رول؟ لا. مين اللي ما طبق؟ السي صح؟ حولها 1 2 3 4. كم رابطه او كم الكترون ظل بتحتاج؟ اربعه. كم رابطه؟ رابطتين. تمام؟ طب مين فيني اخذ الرابطتين؟ من الان ايه؟ دبل بوند. اه اوكي بدي اعمل دبل بوند اول شيء. بس مين اخذ من الان ولا من الاتش؟ الاتش ما عندي الكترونات. باخذ اول لون بير اللي على الان وبشطبه. وين بحطه؟ بحطه هون. برد اسال السؤال هل طبقت؟ استل عليها ست الكترونات صح؟ اذا برد اخذ كمان لون بير كونه عندها لون بير زياده صح؟ برد اشطبهم بعمل تريبل بوند. هل طبقت كل الذرات الاوكتترول؟ اذا طبقت الاوكتترول. تمام؟ اذا الشكل صح. هاي
هاي بشيل اللون بير من هون، بشيل اللون بير من هون. كم بضل عندي هون؟ وان لون بير على الآن. طيب هون اكتمل الشكل عندي. هسه لحتى اتاكد انه رسمي صح ولا خطا بتاكد من التشارج. التوتال اللي جاب لي اياه الامتحان كم التوتال تشارج هون؟ زيرو. فلازم يكون التوتال تشارج هون زيرو. يعني مثلا يكون عندي بوزيتيف 1 ماينس 1 هاي زيرو، مش انه يكون كل زيرو شرط. تمام، التوتال يكون عندي زيرو. كيف تحسب التوتال تشارج؟ برضه موضوع ثاني. التوتال تشارج نحسبها غالبا الدكاتره في يعني طريقه معقده شوي، لكن بكل بساطه انه الان كم عندها بالاصل؟ خمسة صح، ناقص بعد اللي حواليها واللي مش يعني اللي حواليها مش كلهن، بعد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. يعني اللون بير بعد الروابط بختار منهم إلكترون واحد، مش الإلكترونين هيك يعني مول واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، لا بعد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. فخمسة ناقص خمسة كم؟ زيرو. إذا على الآن في عندي زيرو. السي أربعة ناقص واحد اثنين ثلاث أربعة، تمام، هاي زيرو. إذا عشان ما تتعقدوا لا تدخلوا الروابط، عدوا الإلكترونات. تمام؟ الـ H طبعاً زيرو، واحد ناقص واحد زيرو. أوكي؟ طيب زيرو زيرو زيرو، إذا حلي صح خلاص. بلش تهجير. كم تهجير الآن؟ هون إذا كان حول الذرة مش روابط، حول الذرة ذرات، أربع ذرات. إذا كان أربع ذرات شو بكون التهجير؟ SP3. إذا كان ثلاث ذرات SP2. إذا كان ذرة واحدة ولا إشي. إذا كان ذرتين SP2. يعني هون عندي بدي أعد كم ذرة حول الآن؟ كم ذرة مش كم رابط؟ لا تعد الروابط، واحدة صح؟ لكن اللون بير، اللون بير بنعدهم كذرة. تمام؟ اللون بير فقط اللي بنعدهم كذرة، بنعتبرهم ذرة. أما إذا كان إلكترون موجود ما بعده كذرة، بس يكون عندي إلكترونين اللي هم اللون بير. فكم ذرة حول الآن؟ هاي واحد وهاي اثنين. كم التهجين؟ S B. تمام؟ طيب هاي عندي تهجين S B. طيب السين كم تهجين أو كم ذرة حولها؟ هاي واحد وهاي اثنين. كم تهجين؟ S B. طيب ندخل شوي بتوزيع الأفلام. تفضل. عندي كيف في حول الذرتين؟ السبب هو مش حول ذرتين، بس انه عشان اربط لك اياها بمخكم. نعتبر اللون بير ذره ومنعدها كذره. تمام، نعتبر اللون بير ذره ومنعدها كذره. يعني الان صار عندي في حولها سي هاي ذره، واللون بير هاي ذره، هاي صار اثنين. تمام، لو صار عندي اس بي 2 ناقص 1 يعني اس بي. طيب تفضل. هو عشان هيك هو انا بصراحه ما بفضلش انه عد الروابط، انه شوي بتخربط. لكن حكي الدكتور مو قلت لكم بتخربط، هو لا حكيه صح. تمام، بس بطريقه معينه، بس هاي الطريقه بتلخبط الواحد. فانا بدي اعطيكم طريقه سهله انه نعد الذرات اللي حول الذره اللي بدي انا اطلعها، وبعتبر اللون بير شو؟ بعتبره انه ذره. تمام، فكم بيكون التهجير هون؟ اس بي هون اس بي. طب شو يعني ذره تهجيرها اس بي؟ كافلاك تحتوي على اربع افلاك صح؟ اثنين اس بي واثنين بي. نوزعهم على هاي الذره، كيف استخدمتهم؟ هسه الباي بوند، وين الباي بوند هون؟ هاي وهاي. تمام، والباي بوند له علاقه بالبي. له علاقه بالبي. طيب بستخدم بي هون وبستخدم بي هون، مستحيل بي يكون افضل من يعني احطه على الباي بوند او احطه قصدي على السنجل وما احطه على البي، احط عند الباي بوند اس بي. بقدر ابدل اني احط الاس بي على الباي بوند؟ لا. وبالتالي الباي بوند تاخذ بي، هاي اخذت لي بي الباي بوند الاولى، الثانيه بتاخذ بي. طب كم صفي من اللي عندي؟ ضل عندي اس بي واس بي فقط. وين بحطهم؟ واحد على السيجما، وبحط اللون بير وين موجودين؟ بالاس بي. طب اذا جاني السؤال بالامتحان ان اللون بير الموجود على الان موجود باي اوربيتالز؟ بالاس بي. فتوقعوا هذا السؤال بالامتحان. تمام، انه موجود بالاس بي بس مش بالبي، لانه البي اوريدي شغلته مين؟ الباي بوند. فهذا هو توزيع انه اللون بير يعني جاي بالامتحان هاي الاتسيان وبس هيك، بس الاتسيان قال لي اللون بير الموجود على الان في اوربيتالز بي ولا اس بي 2 ولا اس بي 3 ولا اس بي، يكون الجواب اس بي. ليش؟
برسم لوس، بطلش التهجين، ببلش اوزع اس هون اخذ بيتين، ضلش عندي اس بي اس بي، وبالتالي السيجما هاي اخذت اس بي واللون بير في اس بي. كيف نقرا انه الان عنده اربع افلام، اس بي فيها لون بير، وعندي اس بي في عندها كونت لي الكترون عشان تكون لي السنجل او سيجما بوند، وفي عندي بيتين كونت لي جو التو باي بوند الموجوده، تمام؟ وكذلك الاشي على السي، السي تهجينها اس بي، 2 اس بي 2 بي. طب وين الاثنين بي اللي نحطهم؟ برضو على البي اوربيتس، هاي بي وهاي بي، اوكي؟ كم بيصفي؟ 2 اس بي. واحد هون استخدمته وحطت فيه الكترون حتى تندمج او يعني ترتبط بالاتش، وبرضو في عندي هون اس بي وعملت له الكترون لحتى ترتبط بالكترون الذره الثانيه الموجود بالاس بي، فصار عندي السيجما بوند اس بي اس بي والتكو سيجما، صح؟ هون بي مع بي باي بوند، بي مع بي باي بوند، تمام؟ طيب ناخذ مثال ثاني برضو على الرسم. شو تهجين ال O في CO2 minus 2؟ CO2 minus 2، اوكي؟ بدي تهجين ال O. طبعا هذا الاشي ما بصير غير بالرسم، ولازم اعرف كم لون بير موجود. كيف برسم؟ على قولت لك اياه، C ذرة مركزية O ب O، تمام؟ وبعدين شو بحسب؟ بحسب التوتال الكترون. عندي اربع من الكاربون، 6 ب 2 من ال O هاي 12، صح؟ أي عندي 12 من الأو. طيب في عندي ماينس 2، شو يعني ماينس 2؟ زائد 2، يعني كسبة، دائما الماينس يعني كسبة، وبالتالي 12 و 4 16 و 2 18، هاي 18، أوكي؟ طيب هسا عندي 18 شلون؟ بعدين شو بسوي؟ بعمل رابطة وبعمل رابطة، كم بصفي هون؟ 4. كم الكترون استخدمت؟ 4. من ال 18 كم بصفي؟ 18 ناقص 4 14. طيب هسه ال 14 دايج اوزعهم، كيف اوزعهم؟ 7 7 7. طيب شوف، هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7 هاي 8، كم بصفي؟ كم بصفي؟ 8، تمام؟ استخدمت 6، 18 جمعنا التوتال الكترون اللي هي 4 و6 ب2 12 هاي 16، صح؟ و2 هاي 18، لا هي بتكون CO3، شوي اسف، بتكون CO3، تمام؟ بس اتاكد من المثال هون عشان اخر ما تكوش. هيصير روزنس، تروح هناك عنده هاي سي او 3 ماينس. طيب 3 و 6 18، صح؟ و 4 22 و 2 هاي 24، عرفتوا كيف اجت 24؟ طيب هاي 24، هذا طبعا عندي. طيب عملت 1 2 3 3 و 2 هاي استخدم 6 الكترونات، 24 ناقص 6 18، اوكي؟ ما بنوزع انه 18 تقسيم 3 ب 6 6 6، اللي بيقول لي بس مين؟ الاوكتترون، تمام؟ هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 5 6 7 8، لحتى وصلت الاوكتت كم استخدمت؟ 6، كم بصفي؟ 12، اوكي؟ طيب بروح على الاو، هون كونهم ثلاث متساويات باي او ببلش عادي، 12 بقول 1 2 3 4 5 6 7 8، خلص كم بصفي؟ 6. هو بقول 1
2 3 4 5 6 7 8 هيك خلص، واصلا صفر عندي الكترونات. اذا بنتقل وين؟ بنتقل على اسال هل كل الذرات طبقت الاوكتترون؟ كلهم ما عدا السي. السي كم بدها؟ 1 2 3 4 5 6 بدها الكترونين او يعني رابط، تمام؟ من وين اجيبهم؟ من وين ما اجى عادي لانهم كلهم او، تمام؟ طيب بدي اخذ من الاو هاي اشطب واعمل دبل بوند، اوكي؟ هل كل الذرات طبقت؟ كلها طبقت. طيب لحتى اتاكد من حلي شو بعمل؟ تشيك على الفورمال تشارج او على التوتال تشارج، كم لازم تكون؟ بالاصل صح؟ هاي 6 ناقص 1 2 3 4 فيهم 2 شطبناهم 4 5 6 كم؟ 0. طيب هاي السي عندها 4 ناقص 1 2 3 4 هاي 0. لازم يكون هذول مجموعهم ماينس 2 اذا حلي صح. طيب الاو هون عندي 6 صح؟ ناقص 1 2 3 4 5 6 7 كم؟ ماينس 1. طيب برضه 6 ناقص 1 2 3 4 5 6 7 برضه ماينس 1. المجموع ماينس 1 وماينس 1 0 0 ماينس 2 اذا حلي صح. نطلع تهجين الاو، يلا طلعوا تهجين الاو اللي هي هاي. كم تقول تهجينها؟ SB2 ليش؟ عدينا هاي 1 هاي 2 هاي 3 وكانت SB2. طيب الزاوية OCO هاي OCO كيف نطلعها؟ اخذ تهجين الاو هاي ولا الاو هاي ولا السي؟ السي اللي هي بنص الزاوية، اللي هي اللي عامله الزاوية مش الاو اللي عامله الزاوية، تمام؟ فشو تهجين السي؟ كم ذرة حواليها؟ 1 2 3 في عليها لومبير؟ لا، شو تهجين SB2، تمام؟ فكم الزاوية هذه تكون؟ 120، تمام؟ طيب هسه هيك ان شاء الله يكون شملنا الوست. هل في اسئله على الوست ستراكشر؟ بس هلا الجدول اللي حكيت انه نحفظه، وين هذا الجدول؟ موجود بالدوسيجن وموجود بالسلايدات الاولى. كانت مو كل او، كيف ابلش؟ مو كل او سناخذ اللي هو ال NCO minus. NCO minus 1 بدي أرسم. طيب عندي N 5 منها وال C 4 وال O 6 6 و 4 10 و 5 15 و 1 هون هاي 16 التوتال، أوكي؟ هاي عندي 16 إلكترون. عندي حد عنده سؤال ليش 16؟ لا. طيب هاي عندي N وهاي عندي C وهاي عندي O، بعمل رابطة رابطة، تمام؟ كم بيصفي من ال 16؟ 12. طيب ال 12 بدي اوزعهم، ما بقسمهم تقسيم اثنين لا. اللي بيهمني شو؟ اللي بيهمني اوكتترول 1 2 3 4. ليش بلشت من الاو مش من الال؟ بدنا على كهرباء سلبيه، تمام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 انتقل اللي بعدي، بس كم صف عندي؟ برضه 6، تمام؟ طب هاي 6 1 2 3 4 5 6 7 8. هل كل الذرات طبقت الالكترون؟ لا. طيب هسه السي كم رابطه بدها؟ 2 4 الكترونات، يعني رابطتين 4 الكترونات. طب شو في عندي خيارات؟ اني اخذ 2 بوند او النون بير موجودين هون اعمل تريبل بوند هون، صح؟ او اخذ 2 واعمل تريبل بوند هون، او اخذ واحده من هون واحده من هون. هسه الثلاث بوسيبل ستراكشر، بس في فرق عندي شو؟ كهرو سلبية اللي تعطيني مين هو الموست ستيبل ستراكشر، يعني في عندي ستراكشر معين من هذه الثلاث اكثر استقرار. راح نفسرها بتفسير بسيط بالبداية، بالنهاية بعد نرسم الثلاث نفسرها بالتفسير الصح، اوكي؟ طيب ايا افضل اخذ 2 باوند من هون ولا 2 باوند من هون؟ من الان. ليش؟ لانها اقل كهرو سلبية. الاوم نعتبرها كحتوتة، تمام؟ ما بدها تعطي الكترونات، لكن من الان انه افضل نعطي. ليش؟ لانها اقل كهروسلبيه. فاول شيء خلينا نقول 2 باوند من عند الان، اشطب واحد واشطب الثاني، اوكي؟ هاي صار عندي واحد، هاي صار عندي اثنين. هل كل الذرات طبقت الالكترون؟ بس اخر مثال، تمام؟
طبق لو كنترول. طيب نعمل تشيك على شو؟ على الفورمال تشارج. طيب عندي الان اول شيء 5 عندها المفروض صح؟ ناقص 1 2 3 4 5 كم بصير؟ 0. والسي برضه 0. 4 ناقص 1 2 3 4. الاو 6 ناقص 1 2 3 4 5 6 7 ماينس 1. اذا التوتال تشارج عليه كله كم؟ ماينس 1. نفس اللي كان ماينس 1. اذا هذا صح، رسم صح. طيب ناخذ الخيار الثاني. الخيار الثاني اللي اخذ دافيد بول من مين؟ من عند الاو. اي ان عندي سي، عندي تريبل بوينت او الانجمة عليها الكتروناتها اوكي، والاو صح عندي تمام. طيب نعمل تشيك على الفورمال تشارج. من الان نبلش 5 ناقص 1 2 3 4 5 6 7 كم؟ ماينس 2. السي 0 نفس الرسمه هذه. الاو 6 ناقص 1 2 3 4 5 ماينس 1 بوزيتيف 1 تمام. التوتال تشارج ماينس 1. اذا رسمتي صح اوكي. طيب ضل الخيار الاخير شو هو؟ ناخذ واحده من هون واحده من هون. يعني هاي ال هاي سي وهاي او. كان عندي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ناخذ واحده من هون اشطبها اوكي، ورد ناخذ واحده من هون واشطبها. تشيك على الفورمال تاعي 5 ناقص 1 2 3 4 5 6 كم؟ ماينس 1. وهون 0. وهون هون كم؟ 6 ناقص 1 2 3 4 5 6 0. هاي 0 التوتال ماينس 1. هسا السؤال كل واحدة منه حتغير لي الإجابة تمام؟ إذا قال لي which of the following structure of LCO minus 1 is the most stable تمام؟ وقال لي هاي A وقال لي هاي B وقال لي هاي C وقال لي D هي all of them. أوه الموست ستيبل في حيكون واحد منهم موست ستيبل، في حيكون واحد منهم ليس ستيبل. هسا نيجي ندرس واحد واحد. اول شيء خلينا نبلش هون. في عندي بوزيتيف تشارج على الاو، في عندي الماينس ان على الماينس 2 على الان. طبعا الماينس والبوزيتيف هم تشارج. وين ما يكون باي مركب هذا المركب مش ستيبل. واحد مشحون ستيبل؟ لا تمام. طيب كونه مش ستيبل لكن كلياتهم مشحونين، لكن بدنا نشوف كيف التوزيع كان وشو الصح. البوزيتيف تشارج على الاو وين الخطا فيها او انه شو بتساوي يعني صح؟ يعني بصير ليش؟ لأن الأو أوريدي عارف الكهروسلبي وهي كحتود، يعني طالب بالجامعة وكحتود تمام؟ معاه ثلاث دنانير، هذول ثلاث دنانير مستعيد يفرط عنهم طول حياته، أجي أخذهم من المخاوة صح؟ وكان جعان بتصير يلفلف على طلاب الجامعة كلياتهم أو على صاحبي وكذا، أعطيني دينار وبدي آكل ومعه شطب صاحبه ورد على الثالث والرابع والخامس، طيب بدي خلص بدي أفكر الزلمة، أوكي؟ طيب هذا الشيء منيح؟ لا خليني اياه حارف عدم الاستقرار تمام؟ لانها رعايه الكهرباء سلبيه، يعني حطوا لي القاعده هاي، اي شحنه موجبه على اي ذره عاليه الكهرباء سلبيه بيعمل لي المركب مش مستقر ابدا، هاي هاي انرجي تمام؟ اذا هذا ذا موست ستيبل الغنية بالخير تمام؟ نيجي هون الفرق بين هذول الماينس على الان والماينس على الاو، مين احسن ماينس على الان ولا ماينس على الاو؟ ليش؟ لان الاو عايز الكهرباء سلبيه، تخيل نعطوها نعطيها تمام، او ان الاو لها القدره او كمان قاعده ان الذره الاعلى كهرباء سلبيه لديها القدره على تحمل الشحن السالبه اكثر تمام. اذا مين المور ستيبل؟ اه اللي هو الماينس على الاو. عرفت كيف تدرس الستابيليتي؟ هذا بعد هذا بعد هو شو الفرق بينهم؟ انه الماينس على الاو هو الماينس على الان، اي احسن؟ الماينس على الاو لان الاو اعلى كهرباء سلبيه. الاعلى كهرباء سلبيه يعني بحب الالكترونات اكثر، يعني انه له القدره على تحمل الشحن السالبي اكثر. الذره الاعلى كهرباء سلبيه لديها القدره على تحمل الشحن السالبي اكثر. تمام؟ وصلت؟ اكيد؟ طيب لو غيرنا السؤال which of the following is a possible structure of LCO minus. شو كل الجواب؟ all of them تمام؟
إذا كلمة بسيطة تغير الجذر. Which is definitely is a possible structure of NCO minus. Possible structure. مش the most stable structure. Possible إنه من المحتمل. لو انا جيت بالطبيعه عليه وحطيته بكميه ماء وجيت افحص راح الاقي منه تقريبا هو 80% او لو كان عندي 80 يعني 80 قطعه من الان سي او ماينس وجيت فحصتهم قطعه قطعه راح الاقي منه 80% هيك او 70% هون حيكون مثلا 15% او حتى 19% هذا انه مش ستيبل راح يكون بنسبه 1% او حتى نص بالمية بالمية تمام؟ بس هم الثلاث موجودين لكن بنسبة متفاوتة. النسبة الأعلى مين؟ الأعلى استقرار تمام؟ والأقل أو المخفية الأقل استقرار تمام لهون؟ الحصة الجاية بنعطي مثال واحد على الهايبريدايزيشن بنحل على كل الأسئلة ونبلش بشابتر 2 حدا أعطيه؟ خلص شابتر 2 الموعد بنحدده خلال الايام هاي متى حجز القاعه متوفر تمام حد عنده سؤال الله يعافيك يعني.